اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نروح لموضوع مهم جدا لانه في 19 دوله شاركت في بطوله القوة البدنيه واللي اقيمت في الغردقه الاسابيع اللي فاتت. قدرت مصر انها تحصد على عدد من المراكز والميداليات اللي فيها من خلال طبعا مشاركه 55 لاعب في البطوله. تحيه رسانت، يمكن مدينه الغردقه كانت محط انظار كل المهتمين تحديدا بالعاب القوة البدنيه اللي شفنا فيها مجموعه من الابطال اللي قدروا اللي هم يعني يلفتوا انتباه كل المتابعين لهذه البطولة. معانا واحد من هؤلاء الأبطال، الكابتن إبراهيم شاكر، اللي حصل على الميدالية البرونزية تحديدا للمركز الثالث. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الفوز بهذه الميدالية من خلال الكابتن شاكر. يعني صباح الخير يا كابتن إبراهيم. صباح النور، الأخبار؟ ألف مبروك الميدالية الأول. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا. الف مبروك يا كابتن. يعني وعايزين نعرف منك كده في البدايه، ايه اللي حصل ان انت تشارك في البطوله؟ يعني فكرت فيها ازاي وتهتم اللعبه دي من امتى؟ الله يبارك في حضرتك. والله طبعا الموضوع من زمان، انا بلعب تقريبا بقالي حوالي 10 سنين. بطوله العالم كانت طبعا طموح لاي حد وطموح ليا من اول ما بدات الرياضه اصلا. احنا لعبنا بطوله العرب في 2017، كنت واخد فيها مركز رابع. بدأنا بعدها ان احنا نجهز لبطولة العالم. كنا بالفعل مجهزين لبطولة العالم في 2019، لكن طبعا جت فترة كورونا بوظت الدنيا خالص، وحصل وقف النشاط الرياضي والكلام ده كله. وبعدين طبعا يعني يشاء بقى القدر ان احنا نشارك فيها في النهاية. الحمد لله كانت عندنا في مصر اول مرة مصر تستضيف بطولة كأس العالم هنا في مصر. والحمد لله كان عملنا ميداليه برونزيه، وطبعا كان انجاز انا مبسوط بيه. يعني الحمد لله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. يعني هايل. طب مين ساعدك بقى انك توصل للمركز الثالث؟ لا كتير طبعا، يعني اقولهم طبعا يعني اهلي طبعا كانوا واقفين معايا، ومن اول طي خالص، من اول ما بدات رفع اثقال. وطبعا حاليا طبعا خطيبتي برضه واقفه معايا. احنا شايفينك بتتمرن مع حد، هل هي خطيبتك؟ هي خطيبتي. فطبعا طبعا ده كان سبورت ليا بشكل كبير طبعا الفتره اللي فاتت. الحمد لله هي كانت بتلعب معايا برضه في البطوله. بس كابتن يعني احنا عاوزين نقول ان كابتن ريم برضه هي خطيبتك، وانت مدربها ويعني منافس معها ايضا في البطوله. بالظبط، كانت بتلعب معايا في نفس البطوله. و ازاي كنتوا بتفصلوا؟ يعني ازاي كنتوا بتفصلوا؟ انتوا منافسين او خصوم في بطوله وفي نفس الوقت انت بتدربها وانت اللي بتاهلها؟ لا هو بس انا عاوز اوضح حاجه صغيره. يعني احنا البطوله بتبقى متقسمه لفئات اوزان، والبنات بيبقى المنافسه مع بعض والشباب مع بعض. طب خليني، احنا عاملين لك مفاجاه وريم معانا على التليفون دلوقتي. صباح الخير يا كابتن ريم. يعني مبروك ريم جمال. كابتن ريم جمال، الف مبروك عليكي. الله يبارك فيكي. احساسك ايه ان انت وخطيبك فزتوا بمراكز كده حلوه في البطوله؟ اكيد احساس جميل جدا، يعني ان احنا نفس الانجاز واحنا في سن صغير. حلو قوي. قدرتي توصلي الوزن كام يا كابتن ريم؟ بشيل 167.5 ديدليفت، ما شاء الله، و 157.5 سكوات، و70 بنش بريس. طيب احنا معانا كابتن ابراهيم مدربك ومنافس في البطوله، ايه اللي انت عاوزه تقوليه لكابتن ابراهيم، وازاي قدر اللي هو يساعدك ويأهلك للحصول على يعني الوزن ده تحديدا تقدر اللي انت تتخطي الحاجز بتاعه؟ طبعا هو احسن سبورت، واحنا سبورت جامد جدا لبعض. كفايه ان احنا بس بنشجع على بعض واحنا مكسلين ان احنا ننزل التمرين. الموضوع مش سهل، مثلا انك تقدر تنزل نفس الحاجه كل يوم، لو سواء مثلا عندك اصابه او كده الموضوع مش سهل يعني. فطبعا احسن حاجه ان حد يبقى سبورت ليك دايما يعني. اكيد. طيب كابتن ابراهيم، عايزه اسالك على سؤال يمكن من اهم الحاجات اللي دايما بنسال فيها الابطال اللي بيفوزوا بالميداليات، عن يعني الوجبه الغذائيه يمكن او النظام الغذائي بتاعكم. بتاكل ايه عشان خاطر تحافظ على لياقتك وعشان تقدر ان انت بتكسب بطوله زي دي؟ انت محتاج تبقى مش بس في شيب كويس قوي، محتاج تبقى في يعني حاله ذهنيه مركز جدا وفي احسن حاله ممكن توصل لها نفسيا وجسديا. فاحكي لنا بتجهز نفسك ازاي، سواء على المستوى النيوتريشن او يعني اكلك بيبقى عامل ازاي، او على المستوى التمرين. بتتمرن كم ساعه في اليوم كمان؟
هو بالنسبه للتمرين احنا بنتمرن كل يوم وبنريح يوم في الاسبوع بس عشان الريكفري يبقى كويس. بالنسبه للبروجرام التمرين طبعا احنا بنعمله يعني احنا بنحط بروجرام التمرين ويعني بنحاول طبعا التمرين الفتره اللي فاتت كان بياخد حوالي نص يومنا مش يعني عشان نوصل للمستوى ده. وطبعا في فرق بين التمرين حد بيتمرن لنفسه وحد بيتمرن عشان يبقى بيلعب بطولات والموضوع مختلف تماما عن الكلام ده. اما بالنسبه للاكل يعني احنا حاولنا دايما نتمرن في اليوم حوالي 4-5 ساعات في الفتره اللي فاتت دي تحديدا يعني. بالنسبه للاكل بقى احنا لازم ناكل صحي جدا، ما ينفعش ناكل بشكل عشوائي علشان احنا بنكون مرتبطين بفئات وزن معينه ما ينفعش نزيد عنها يعني. يعني احنا انا بلعب فئات وزن 75 كيلو والريم بتلعب معايا برضه نفس فئات الوزن. فطبعا احنا مرتبطين بفئات وزن، انا ما ينفعش اروح اوزن في البطوله 75 كيلو و100 جرام حتى. صحيح. فبفضل محافظ طبعا حتى لو وزني عالي مثلا في الاوف سيزون مثلا ببدا اظبط وزني قبل البطوله بشهر. طبعا ما ينفعش وزني يوصل ل 80 كيلو ولا 82 كيلو، كان كل الموضوع لازم يبقى حريص جدا ولازم اخد اكل هيلثي مش اي اكل وخلاص عشان حتى يفيدني في التمرين مش يضرني يعني في اكل ممكن يضرني في التمرين. لازم طبعا ابقى مظبط اكلي قبل التمرين بساعتين عشان ابقى فايق في التمرين. كنت بصحى مثلا انا كان تمرين الصبح كنت بصحى بدري عن التمرين زياده عشان اقدر اكل وابقى مركز في التمرين يعني بدري عن التمرين. طبعا الموضوع مش زي ما انا كنت بوضح في الاول، البروفيشنال اثليت بيبقوا الموضوع بيبقى عندهم مختلف تماما عن الناس العاديه. الناس العاديه انت كده كده رايح التمرين انا هدفي ان انا اظبط جسمي واخلي الشيب بتاعي كويس وكلام من ده، لا احنا الموضوع عندنا مختلف تماما. نعم. احنا لازم الموضوع يبقى يعني واحد زائد واحد بيساوي اثنين ما فيهاش كلام، لان احنا مرتبطين بفئات وزن معينه مرتبطين بارقام معينه. يعني انا ما ينفعش حتى لازم احافظ على الستريس بتاعي وانا وزني 75 كيلو لازم اكل اكل معين مش اكل اي اكل عشان ما اعرفش الارقام بتاعتي يعني الارقام بتاعتي ما تقلش او كده. نعم. طيب خلينا الموضوع مش سهل، بعض الناس بتبقى مفكره ان المواضيع من بعيد يعني كلها شبه بعضها، لا الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا بصراحه. نعم. طيب خليني يا كابتن ابراهيم اروح لكابتن ريم جمال واعرف منها التحدي اللي كانت بتواجهه. يمكن كابتن ابراهيم قال دلوقتي يا ريم ان في فرق اللي انت بتتمرني لنفسك او بتتمرني علشان تدخلي بطوله، ايه الفارق اللي ما بين الاثنين تحديدا بالنسبه لبنت بتلعب كمال اجسام وتحديدا من محافظات يعني وجه بحري تحديدا من محافظه طنطا على حسب معلوماتي يعني المحدوده عن الموضوع، وهل من مدينه طنطا بالغربيه صح؟ صح مظبوط. تمام. طيب عاوز اعرف بقى ايه التحديات اللي كانت بتواجهك وكنت شايفه ازاي الضغط اللي كان موجود على كابتن ابراهيم اثناء فكره اللي هو بيأهل نفسه لدخول البطوله وفي نفس الوقت بيتحمل مسؤوليتك مش بس كمدرب ليكي، لا كمدرب ليكي وكخطيبك، فالموضوع يعني لا قدر الله لو حصل فيه فشل العلاقه ممكن تكون مهدده بقى. لا ما فيش تهديد ولا حاجه. لا هو الموضوع ملوش دعوه بالعلاقه يعني، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. برافو عليك يا ريم. لا تمام كملي. فاكيد يعني الموضوع لو فشل حتى المفروض ان احنا نبقى سبورت لبعض احسن عشان الموضوع اللي بعده ينجح. فموضوع ان هو فشل او كده لا هو ملوش دعوه. بس عموما اكيد الموضوع صعب، مثلا ان احنا مثلا لو تمرين وحش او مش مظبوط ان احنا الاثنين متضايقين فاحنا الاثنين مش هنعرف نهون على بعض في النقطه دي. طب ريم عندي سؤال، هل الموضوع اصعب عليكي كبنت؟ يعني انا بتكلم مش هنا على قدرات شخصيه، انا بتكلم على البنات كمسل وايز العضلات كتل عضليه عند البنات عامه بتبقى تكوين العضلات اصعب شويه بياخد وقت اطول، هل خد منك مجهود اكبر؟ اكيد طبعا، يعني انا مثلا بحس ان انا ببذل اضعاف المجهود عشان اشيل ارقام ممكن اقل من ولد يشيلها. يعني بس طبعا الموضوع بيبقى في المنافسه مختلف لان البنات فيها ارقام والولاد ليها ارقام ثانيه. فطبعا الموضوع مختلف يعني. فكل واحد بيبقى مهيئ اللي هو فيه يعني. فتره التاهيل ليكي خدت قد ايه تقريبا؟ وانا تقريبا بلعب من اعدادي، وانا دلوقتي في ثالثه كليه. لا انا فتره التاهيل للبطوله. للبطوله عموما؟ تقريبا من اول سنه. من اول سنه؟ يعني بس عموما احنا دايما بنبقى ماشيين على بروجرام
بس بيختلف بقى الانتنسي والفوليوم بتاع البروجرام في كل فتره. يعني انا هدفي من السؤال ده عشان اعرف كابتن ابراهيم تعب قد ايه في فتره التاهيل. لا لا، هو احنا يعني بنتمرن طول السنه تاهيل او مش تاهيل، فاحنا بنتمرن برضو على بروجرام وتعبانين. خلينا اروح لكابتن ابراهيم واعرف منه، هل التاهيل للبطولات وفكره كمال الاجسام وتدريب كابتن ريم كان سبب في الخطوبه، ولا انتوا عارفين بعض من قبل كده؟ لا، هو انا بس كنت عاوز اتكلم على نقطه التاهيل. احنا طبعا مش بنريح من التمرين خالص، يعني احنا اوريدي مكملين دايما، يعني ما فيش لو السنوات اللي فاتت دي كلها او العشر سنين حتى اللي فاتوا او اوريدي بطول اللي بتلعب من وهي في الاعدادي، احنا اوريدي ما بنريحش خالص نهائي، ما فيش راحه الا لو يعني دايما زي ما قلت حضرتك الاول لو عشان الريكفري مش اكتر من كده. لكن احنا خلاص البطوله اتحددت من حوالي تقريبا 6 7 شهور انها تتعمل هنا في مصر، فاحنا كنا جاهزين للبطوله وبدانا نغير ونعلي في رتم التمرين بتاعنا. لكن طبعا الموضوع التاهيل احنا ما ينفعش نقول ان هو من 6 شهور او من سنه، لا طبعا ده يعني احنا بادئين من زمان، يعني زي ما قلت حضرتك طبعا احنا من 2017 مستنيين فرصه زي دي. يعني انتوا عينيكوا على البطوله من اول يوم لعبتوا في كمال اجسام؟ احنا احنا بنلعب باور ليفتنج، كمال اجسام مختلفه شويه عن الباور ليفتنج، يعني كنت مختلف دي عارفيني تماما. بس هو طبعا برضه حابب اوضح الفرق الباور ليفتنج والرفع الاثقال، الويت ليفتنج والبودي بيلدنج اللي هي كمال الاجسام. اول حاجه احنا بنلعب اصلا ويت ليفتنج وباور ليفتنج. لو حضرتك طبعا اكيد عندك فكره عن رفع الاثقال اللي هي الكلين والمصر والخطف والحاجات دي كلها، والباور ليفتنج اللي هي السكوات والديد ليفت والبنش بريس اللي كانت ريم بتتكلم عليهم. اما كمال الاجسام هي لعبه منفصله تماما لوحدها، هي لعبه استعراضيه بس. هو واضح من صوت حضرتك اللي حضرتك يعني شخصيه قياديه وبتتسم بالاتزان والهدوء. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا. احنا احنا بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي، ومبسوطه قوي ان احنا شايفين كوبل ناجح زيكم. انتوا قادرين ان انتوا تحققوا معادله صعبه شويه، انكم بتعملوا سبورت لبعض او تدعموا بعض، وفي نفس الوقت انتوا بتعملوا حاجه كل واحد فيكم عايز ينافس فيها بشكل كبير جدا في الحته بتاعته. يعني الف مبروك لكابتن ريم جمال الحاصله على المركز الاول والميداليه الذهبيه في بطوله كاس العالم للقوى البدنيه، وكمان الكابتن ابراهيم شاكر الحاصل على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للقوى البدنية. وبنبارك لكم مرة تانية، وإن شاء الله نكلمكم كده كل مرة بميداليات أكتر وأكتر. بس أهم حاجة نكلمهم ونبارك لهم بقى في الجواز، يعني الفكرة حلوة اللي انت لا أنا مبسوط إن أنت تلاقي كابلز ناجح ما شاء الله اللهم لا حسد، وفي نفس الوقت بيسبورت بعض أو بيدعموا بعض واهتماماتهم واحدة، فدي قصة نجاح في حد ذاتها. فطبعا كل التوفيق ليهم، ربنا يعني يحفظكم ويوفقكم ويبعد عنكم يعني كل شر أو مكروه. يا رب اللهم امين.